السلام عليكم ورحمه الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا مزيان ان شاء الله في صحه جيده. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم كيف كتشوفوا غادي نديروا كيكه بدل الموز بالشوكولا، كتجي زوينه بزاف رائعه وكتستحق تجربوها وسهله، راه ما كتاخذش منا بزاف الوقت ولا المكونات. دابا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. هنايا غادي نحتاج 3 ديال البنانات اولا الموزات اللي يكونوا ضروري يكونوا طايبين، كانوا عندي طايبين حتى كحلت لهم ديك القشره. غادي نمعسهم هكا بواحد لافورشيط، نمعسهم مزيان. وكيف قلت لكم ضروري خص البنان يكون طايب مزيان، ما ديروهش الا كان باقي خضر، خليهم حتى يطيبوا مزيان تبدا تكحل لهم ديك القشره وعاد غادي نستعملهم. هنايا كيف كتشوفوا غادي نمعسهم بلافورشيط على هذا الشكل. من بعد غادي نضيف لهم 3 ديال البيضات، وإلا عندكم البيض كبير ديروا غير 2 بيضات. وغادي نخلط البنان مع البيض مزيان، هنا غادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، كاس ديال العنبه باش عبرت، ما نعمروش الكاس كيف قلت لكم، كاس الا ربع. غادي نخلطو مزيان، من بعد غادي نضيفو الدقيق. الدقيق ضيفوه عينكم ميزانكم، حيت كيف كنقول لكم ديما كاين شي دقيق كيتشرب مزيان وكاين دقيق اللي ما كيتشربش مزيان. انا هنايا وضعت الكاس الاول، كاس ديال العنبه ديال الدقيق ضروري ما نغربلوه، ودرت ساشي ديال خميرة الحلويات من وزن 11 غرام. غادي نخلط مزيان وغادي نضيف الكأس الثاني حتى هو. الخليط راه باقي عندنا جاري، غادي نضيف كأس آخر وغادي نخلط مزيان. هنايا انا استعملت 2 كيسان ديال الدقيق ديال العنبة، وما نساوش راح نعاد غادي نضيفو الكاكاو. غادي نخلط كل شيء، خصنا نحصلوا على واحد القوام على هذا الشكل، ما يكونش جاري وما يجيناش قاصح بزاف. هنايا غادي نضيف 4 كاس ديال الكاكاو اولا بودره الكاكاو، قياس واحد 3 معالق كبار حتى 2 معالق كبار. غادي ديروهم وتغربلوهم ونخلطوا كل شيء. كيف لاحظتوا انا ما درتش في الكيك ديالي السكر، لحقاش عندي البنان كيف كنعرفوا مين كيطيب مزيان راه كيولي حلو، فجاء في الحلاوه هو هذاك. والناس اللي ما كيعجبهمش الحلاوه ولا كيديروا ريجيم تبعوا كيف درت انا، واللي كيبغى شويه ديال الحلاوه زايده غادي تزيدوا غير شويه ديال السكر، ما تكتروش حيتاش ديجا عندنا البنان حلو. غديروا واحد 4 كاس حتى لنص كاس ماكسيموم ديال السكر. صافي، من بعد ما تخلط ليا كلشي خديت واحد المول ديال الفران اللي دهنتو بالزبده ورشيتو بالكاكاو، وغنوضع فيه الخليط ديالي. غادي نكون شعلت الفران على 180 درجه يسخن مزيان. هنايا كنزين الكيك ديالي اولا العجينه ديال الكيك بالشوكولا، تقدروا ديروا غير الشوكولا تاخدوها وتقطعوها وديروها من الفوق. وغادي نضيف هنايا القرقاع، تقدروا تستعملوا غير الشوكولا ولا ديروا القرقع ولا تزيدوا شي مكون اخر الا كيعجبكم. مهم الزين ديال الكيك ديالنا من الفوق، كيبقى على حسب المتواجد وعلى حسب الرغبه وشنو كتبغيو. بغيتوا ديروا اللوز مهرمش كيف ما بغيتوا، غادي ندخلوا يطيب على 180 درجه، غادي نشعلوا من التحت فاش يبان ليا الكيك تنفخ مزيان وطاب. واحد دوز واحد 35 حتى 40 دقيقه غادي نحشي فيه واحد العود، من يخرج العود ناشف يعني الكيك ديالي طاب. غادي نشعلوا شويه يتحمر من الفوق وغادي نخرجوا. من بعد ما طاب هذا هو الشكل ديالو، خرجته ونخليوه حتى يبرد ان شاء الله ونقدموه. كيجي زوين ورائع، كيستحق تجربوه، وكيجي مفشفش في واحد المذاق ديال ديك البنان رائع. اصلا فاش كنكونوا كنطيبوه كتعطي واحد الريحه ديالو في الدار زوينه بزاف، كتشهي تاكليه. وان شاء الله يعجبكم ويعجب حتى الوليدات وتولي وديروه دائما. وهنا كيسالي الفيديو ديال اليوم، ونتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش الناس اللي عجبتهم الوصفه يخليو جيم لا فيديو ويديروا كومونتير يقولوا لي الا جربوها وكيفاش جاتهم. وتبقاو ليا على خير ونتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.